تعال نروح لتقرير. التقرير ده كمجرة العادة زي ما تعودنا الأسبوع اللي فات، في مجموعة من يعني إيه مختصرات أو موجزات اللقاءات مع وفود العالم المشاركة في قمة شرم الشيخ أجراها زملائي الأعزاء مفاجئة التلفزيون المصري بشرم الشيخ. نشوف التقرير وفاصل ونكمل الكلام. خطاب واضحة ورسالة قوية من رئيس بايدن اليوم حول أهمية هذا المؤتمر، أهمية استضافة مصر هذا المؤتمر، لأن مصر من البلدان التي لديها الحلول للتحديات بالنسبة لتغير المناخ، وهي متضررة من تغير المناخ بالنسبة للجفاف والمياه. إذن فعلا الولايات المتحدة تشكر مصر لتنظيم هذا المؤتمر واستضافة، وبدون شك هذا المؤتمر وكل التداعيات بالنسبة لتغير المناخ كان جزء مهم من المناقشة بين الرئيسين اليوم في اللقاء بينهم. وفعلا الولايات المتحدة كانت وما زالت لدينا تنسيق وتعاون مع مصر بالنسبة لتغير المناخ منذ سنوات، ليس فقط في هذا السياق بالنسبة للمؤتمر هنا في شرم الشيخ. نعم نحن نريد أن نقوم بتعزيز هذا التنسيق، ورأينا بعض الإعلانات من رئيس بايدن حول التنسيق بين مصر والولايات المتحدة، ولكن كان لدينا منذ سنوات منذ عقود التنسيق عن كثب مع مصر بالنسبة لهذه التحديات. كان في الخطاب بتاع الرئيس الأمريكي جون بايدن، وكان بيقول في الخطاب بتاعه على التزام أمريكا بخفض الانبعاثات بتوفير التمويل خاصة للتكيف، وأن هي لن تتراجع، وخاصة في ظل الإجراءات التشريعية اللي أخذتها من خلال الكونغرس. ده كان الملخص بتاع الكلمة بتاعة الرئيس الأمريكي. لكن اللي مهم النهاردة هو قدرة مصر من خلال القيادة السياسية اللي آمنت في الأول بملف البيئة في 2018، وقبل كده في 2015 لما كان سيادة الرئيس رئيس لجنة دول وحكومات أفريقيا لتغير المناخ، ودلوقتي لما استضفنا هذا المؤتمر وبإشراف من رئيس الحكومة دكتور مصطفى مدبولي، إن الدولة خرجت استراتيجية وطنية ورؤية بعيدة المدى 2050، طلعت خطة مساهمات وطنية لخفض الانبعاثات والسيناريوهات الملاحقة لها، ووضعت القطاعات اللي هي الخاصة بالطاقة اللي هو الكهرباء والبترول والنقل لخفض الثلاث القطاعات دول 50% من انبعاثاتهم بحلول 2030، وده خطة طموحة. ان احنا حطينا اول حزمة مشروعات سميناها المشروعات التي تضع الاحتياجات الإنسانية في قلب عملية تغير المناخ، اللي هو برنامج نوفي اللي بيربط الطاقة والمياه والغذاء، ودي فكرته. ووجود التمويل الحقيقي النهاردة من الجانب الأمريكي والجانب الألماني لبرنامج نوفي قطاع الطاقة أو الشق الخاص بالطاقة ب 500 مليون دولار، اللي هيعملوا جذب لاستثمارات تصل ل 10 مليار دولار. في أخبار سارة جدا في عدة مبادرات من جهات مانحة من دول الشمال في إطار الالتزامات بتاعهم من بعد اتفاق باريس ومؤتمر غلاسكو، فالحمد لله فيه إشارات طيبة، وهذا بفضل المجهود اللي قامت به رئاسة المؤتمر بمصر. فالمنتظر أنه حنشوف مبادرات ثانية إن شاء الله في انتظار بقية الأيام بتاع المؤتمر، ومن المنتظر كذلك أنه حتى منطقة الجنوب يعني كإفريقيا والدول النامية حتى هم لازم يساعدوا بعدة أشياء. مثلا للاستفادة من هذه التمويلات فلازم يكون عندنا تحضير أولي، لازم يكون عندنا مؤسسات، التحضير في المؤسسات، تحضير في قوانين اللي نخلي هذه التمويلات يجوا عندنا المنطقة. لازم نعطي حتى كدول الجنوب لازم نعطي مؤشرات أنه عندنا مشاريع قابلة للتمويل اللي عندها أثر حيكون نافع في المنطقة. هذا بالنسبة للدول. بالنسبة حتى المؤسسات، حتى المؤسسات البحثية في المجال البحث العلمي حتى هم عنده دور في هذا المجال، فهم بيساعدوا
الحكومات وبيساعدوا حتى الجهات المانحة في إعطاء مؤشرات علمية، في إعطاء أدلة علمية على أنه كل دولار حيتم استخدامه في مشروع فحتكون عنده منفعة على المجتمع، على البيئة، على التكيف مع المناخ. فكله عنده كل مؤسسة وكل فاعل عنده دور في هذا المجال. أطلقنا صندوق لحماية التراث من المتغيرات المناخية. هذا الصندوق راح يقوم بتوفير الدراسات والبحوث الأساسية لدول العالم الإسلامي. دول العالم الإسلامي تحوي عدد كبير جدا من المواقع الأثرية، ولكنها أيضا تتعرض لمتغيرات مناخية كبيرة جدا، تصحر، الفيضانات وغير ذلك. إذن لابد لنا من أن نساهم كمنظمة دولية في حماية هذه المواقع التراثية لعالم الإسلام. أيضا ثقافة المواقع التراثية أهميتها في دول العالم الإسلام، وإن أصاب بعض المناطق تصحر أو بعضها جفاف أو فيضانات، لابد أيضا من حماية هذه للأجيال القادمة، لأنها هي هوية شعوب، وهوية الشعوب لابد من المحافظة عليها للأجيال القادمة حتى تعرف من هم أجدادهم وأباهم الذين حافظوا على هذه. العلاقة بين البلدين ملتزمون لنجاح مؤتمر المناخ 27. نحن أيضا لدينا طموحات وأهداف طموحة قوية للخروج باقتصاد يعتمد على الوقود الأحفوري إلى طاقات متجددة. إذن المتحدة الأمريكية قاعدت هذه الأهداف وتساعد الدول على تحقيق هذا، وكان إعلان الرئيس بالأمس أنه نساعد مصر لتقديم كل ما تحتاجه لتحولها الرقمي أو الاقتصاد الرقمي، وهذا يعتبر التزام بمناخي وأن تكون قاعدة أساسية للمستقبل. كما تعلمون أن عملية الوقود المستدام سوف يتم تطبيقه في المرحلات الجوية المحلية والدولية، وإذن لابد أن نعرف الإطارات التي نحاول أن نسعى إلى توفيرها في عملية التنفيذ. لابد من مؤامتها مع كافة الخطط. نحن سعداء بهنا لأن نمضي قدما في عملية الاستدامة لعملية الطيران المستدام والطيران الدولي. نحن نطمح جميعا وننتظر إلى التنفيذ الكامل والمتكامل لهذا العمل.